من جهة الرابعة مع منى سامي. مرحبا بكم. العراقيون يودعون شهيد الأب وأيقونة بر الوالدين محمد رائد. خلينا نشوف قبل لا نبدأ بالحلقة تقرير أعد لنا زميل أحمد الحكيم ونرجع. شهيد التضحية، شهيد بر الوالدين. والده رفض يتبرع له بالكبد، فهو قال لازم أنا أروح أتبرع بالكبد، وليس أختي وليس ابن خالتي وليس ابن عمي، إلا أنا أتبرع. مع العلم هو وحيد للعائلة على 3 بنات. شلون رائد قبل بين ابنه يتبرع؟ رفض تبرع، لكن الدكاترة في تركيا قالوا له العملية ناجحة 100%. وشر البلية ما يضحك، الدكاترة ما أعطوا النتيجة لأهله بصورة صحيحة. هذول قالوا له، قال له روح جيب كبد من أقربائك. بعد راحت منه المن هذا الكبد من بيت عمه. مو هو يتبرع؟ لازم الهم يعني الهم. راحت بيت عمه هم بتركيا وصرفوا ملاب حوالي بال10 دفعات وصرفوا. نعم. ها، وكلها من مساعدات من اهالي المنطقه الغياره. بعد العمليه بيوم ثاني يوم انتكس، بقى 8 ايام فاقد الوعي. يجوهم باليوم التاسع، هسه يريد متبرع، متبرع لمحمد. هاي وين صايره؟ ما اعرف يعني هذا السبب. بعد ما خاله رايت برا ما حصلوا مطابقه، قامت بنت خالته اللي هي بنت خالته وبنت عمه وطالبه وبنفس العمر وتدرس ماجستير هناك ومناقشه بعد 20 يوم قامت برعت له بالكبد. زين هاي الطفله البريئه اللي راحت، هاي ما حد سلط الضوء عليها، هاي البنيه المجاهده اللي انطت شابه بعد ما متزوجه. شنو وضعها؟ وضعها ما نعرف يعني، بعد ما عندنا ثقه يعني. اليوم هي اتصلت بينا خطيه يعني، انا حسيت بها مثل خايفه، قالت شو اكو ورم بالصدر عندي بصرتي. فقلنا لها لا تخافين، خاف هاي التئام الجريح. زين عزيزي، المشكله الثانيه هذا الابن الوحيد ابني. يعني ابن اختي يبدي يموت، يقول انا قتلت ابني. يعني ما نقدر نتصل بي، يقول انا قتلت ابني. يعني تصورت ام ما عدا بس ابني هنا بعد وقت، شلون راح تقدر تحمل تواصل حياته وهي عدا بس يعني؟ شلون تقعد بالبيت؟ لانه بصراحه جايين مسؤولين قبل يوم من القنصليه العراقيه للمستشفى وطارديهم، قالوا بعد تجون. منو طارد منو؟ هم المستشفى طردوا المسؤولين السفاره. اي فهمت. قالوا احنا نديكم التقرير. واحنا بصراحه عندنا شك ان هاي بنت اختي الكبد مالتها انباع، لانه ما اعطونا نتائج مطابقه. هل صحيح انزرع الكبد هذا؟ زين هذا طفل 8 ايام فاقد الوعي، سووا له عمليه يعني خلال 10 ايام يسووا له عمليتين فوق الكبرى. وزاره الصحه شنو اللي سوته؟ ما اعرف يعني. بس يا وزاره الصحه عندكم علم الناس باللي الاف تطلع خارج العراق تعالج ابنائها؟ تعرفون الطائران اللي كان عندي مريض ابني طائره بيها 150 نفر، 10 راحوا سياحه 140، كل واحد مريضه في يمينه. تدرون عمليه ابني 4 شدات بلبنان؟ تدرون عمليه محمد رائد عمليه 6 شدات؟ وهذا محمد انا اشوفه يعني مثال لكل الشباب، لان هسه احنا اذا نشوفه من بعض الشباب يعني يشيل امه وابوه لو ذهب بدار الايتام لو، فهذا محمد لازم يفتخرون به ويرفعون راسهم. الجود بالنفس هو اقصى غايه الجود، رتبه عاليه من الايثار يقف على قمتها أولئك الذين يضحون بأرواحهم في سبيل أن يعيش الآخرون ويمنعون عنهم الموت والأذى. قلة هم اللي يأخذون مثل هيج قرار. محمد مات حتى والده يعيش. محمد كان لاعب بالفرق الشعبية عمره 26 سنة، الابن الوحيد للرياضي رائد الحميداوي. محمد ورث حب وعشق كرة القدم عن أبوه وأصبح متيم بنادي القوة الجوية وأحد أوفياء الصقور، وهو متخرج بالجامعة المستنصرية كلية علوم الحاسبات.
اللي صار انه تدهورت حالة والد محمد، الاطباء قالوا له انت لازم تسوي عملية تستقبل كبد. محمد رفض انه يتبرع واحد غيره بالكبد الابو، الاب رفض، محمد اصر، صارت العملية وكانت ناجحة لمدة يوم واحد او ساعات. بعد هذه الساعات صارت مضاعفات، 3 أيام دخل محمد إلى العناية المركزة، فقد الوعي 8 أيام. باليوم 9 الأطباء قالوا الأهل محمد إنه هو بحاجة إلى متبرع. خالة كان أول المتبرعين، ما تمت المطابقة، تبرعت بدون تفكير إلى بنت عمة كانت طالبة تدرس ماجستير هناك، ومناقشتها المفروض تكون بعد أيام، ضحت بمستقبلها وبصحتها من أجل محمد اللي هو أصلاً تبرع بصحته من أجل والده. الاثنين كانوا مستعدين للموت من أجل أن يعيش أقربائهم، أبو أو بنت خالته. الأب رائد الحميداوي كتب وهو ينعى ولده، أنت رحت ابني شهم والأسد ما راح، وأني ما راح أنساك إلى أن يأخذ الله أمانته، لأنه أنت زرعت كبدك بجسمي، ابني الوحيد، روح، أني راضي عنك وأفتخر بيك. ونعمل ابن البار اللي ضحى بروحها من أجل أبو. بالوقت اللي ازدحمت به دور المسنين بالآباء والأمهات، تزايدت حالات عقوق الوالدين بمجتمعنا، كان لابد أن نسلط الضوء على هذه الحالة. ما أقدر أقول عليها مفرحة، بس هي محزنة جدا. محمد صار أيقونة ببر الوالدين، محمد قصة نفتخر بها ونسولفها لأولادنا. الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد صائب سعيد حمزة خال المرحوم، والسيد ماجد حميد جاسم عم المرحوم. بداية عزائي لكما وعزاء كل العراقيين، اليوم خسرنا محمد، وهو مشروع لاعب منتخب وطني، هو رياضي. آسفة. ندخل إلى الموضوع، القصة من البداية مع السيد صائب، شنو اللي صار بالبداية؟ وليش فكرتوا تطلعون إلى تركيا؟ ليش ما تمت العملية بالعراق ويا السيد رائد؟ تفضل. قبل كل شيء أحب أقدم الشكر والتقدير لكل كادر قناة الرابعة والتي تحمل هموم الناس، فألف شكر. وأحب أقدم الشكر لكل المعزين من أهل بغداد، من المحافظات، وكذلك أحب أقدم الشكر لشركة O3، الشركة الرسمية الملابس الرجالية، التي كان لها دور في متابعة قضية محمد الله يرحمه. ستمنا قضية محمد رائد حميد الحميداوي قضية تشعباته كثيرة. محمد راح تركيا هو وأبوه بناء على كلام الأطباء اللي واعدوه بنجاح العملية ونسبة النجاح 100%. هذا الشيء خلانا نكون مسرورين الكل. يعني تصوروا يا أخوان يا مشاهدين، كملة العملية، الكل تسأل عن رائد، لأنه كان رائد، كنا رائد هو اللي بحالة خطرة، كنا خايفين عليه. يعني حتى من نتصل ما نسأل عن محمد، نسأل عن رائد. طلع محمد بعد يوم العملية وذهب حتى لغرفة أبوه وقال له بابش باوي، الأطباء يقولون الكبد مالتي، بنطيته رأسا اشتغل كبدك.
يعني بعد العملية هو خرج؟ نعم مباشرة ثاني يوم العفو سيد. ياسر موجود الفيديو؟ الفيديو فرحنا. نقدر نعرضه؟ فرحنا كملنا قلنا الحمد لله الأمور أوكي. خلال بعد العملية بثلاث أيام أمور محمد الصحية دهورت يعني صياح من الألم عياط من الألم نوم ماكو أي ست. بيوم الثالث أو الرابع محمد دخل في غيبوبة ما نعرف شنو سرها في غيبوبة لحد ما توفى محمد غائب عن الوعي. شنو كان تفسير المستشفى؟ ست بنا بالنسبة لاتصالنا عن طريق عندنا قربانة بألمانيا وقربانة بأمريكا كلامهم للأبو العفو الأمة والخالة كلام شكل وكلام عندنا دكتور موجود بألمانيا كلام شكل ثاني عن طريق الدكتور السوري. الدكتور السوري يقول له الأمور مو تحت السيطرة لكن الأمة والخالة يقول لهم الأمور تحت السيطرة وأمورها إن شاء الله تمام. اللي حصل إنه محمد كبده ما اشتغل تحجر. خطأ طبي؟ نعم خطأ طبي؟ لا عفوا ست أبد ما اعترفوا بالقضية نهائيا ولحد هاللحظة هاي ما اعترفوا بقضية إنه خطأ طبي. حتى بشهادة الوفاة مكتوب التهاب الكبد الحاد. التهاب؟ التهاب الكبد الحاد. يعني شهادة الوفاة مال محمد كانت بسبب التهاب الكبد الحاد؟ نعم طيب انتو من رجع محمد زين التهاب صار نتيجة عملية غير؟ ست هي المتعارف عليها كل مريض قبل ما يدخل العملية يكون فحص شامل. طيب طلع هو من العملية وصارت انتو قدمتوا شكوى او طالبتوا المستشفى بتقديم تقرير كامل طبي؟ قدمتوا شكوى على مستشفى في تركيا؟ ست منع بس لا تسمحي لي اطرق القضية واحدة انه حاليا التقارير من دخول محمد للعملية هو ابوه انطونا اياها موجودة عند خالة بتركيا. زين بس القضية الثانية ست منى أي من العملية الثانية لحد ما توفى ما انطونا تقارير يعني من العملية الثانية. نعم ولا تقرير وصل. خزعة صارت 13 يوم كل مستشفيات العالم باعتبارهم متطورين من الناحية الطبية. زين خزعة خلال 13 يوم لحد اليوم اتصلنا الخزعة بعد ما وصلت. زين بقى محمد بغيبوبة 8 أيام صح؟ نعم. بعدين قالوا لكم فجأة المستشفى أنه هو محتاج إلى زراعة كبد. نعم. زين أستاذ ماجد حميد اللي صار أنه محمد كان يريد كبد أو محتاج كبد في ساعات قليلة وأنتم ما عندكم حل غير التبرع من الأهل، شنو فكرتوا تسوون أو شنو الإجراء اللي سويته مباشرة؟ بعد ما خبرونا انه قالوا بدا قلب محمد يضعف فنحتاج الى متبرع حتى يتبرع لان الكبد مالت محمد توقف نهائي وحتى الكلى مالته توقفت وصار عنده التنفس هبط الى تقريبا 75 أو 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 70% يعني. فخالة اللي موجودة هناك قال أني أتبرع. فمن سووا له عملية يعني إجراء الفحوصات قالوا له أنت الكبد مالتك ما يرهم على محمد. فعندي بنتي هناك هي طالبة ماجستير فهي قالت أني أتبرع لمحمد حتى يعني ان شاء الله يرجع الحياة الطبيعيه يعني بتعمه. نعم حضرتك واللي هي بنفسها بتخالته وهي بنتي يعني فالطابقه اكيد الانسجه طابقت وتحاليل هي الانسجه هم فصيله الدم هي كانت فصيله الدم مالتها او زائد وهو اي زائد مثل فصيله الدم او تمام فممكن التبرع اي نعم. فسووا الاجراءات العمليه يعني من ساعه 2 الظهر سووا لها تحاليل الى حد الساعه 8 قالوا لها انت اوكي مطابق فانقطعي عن الاكل يعني من الساعه 8 الى الساعه 2:30 هي اجراء العمليه يعني هاي الاربع ساعات او ست ساعات
انقطعت عن الأكل، قالوا لها لا تأكلين ولا تشربين. وهو المعروف أنه يعني أنا ما أعرف يعني طبيا، بس اللي عرفه وسامع أنه أقل شيء لازم 12 ساعة. بس هم لأن كانوا مستعجلين على العملية، يعني حتى من قلت لهم أني خالها يقول هي كانت يمي، ما أعرف التهيت بفتشي ما أتذكر، يقول أباوع لقيت دعاء ما موجودة يمي، الدكتور ما أخذها وراح دخل لغرفة العمليات. يعني حتى هي قالت له أريد مثلا أغير ملابسي، أريد أشوف خالتي، أريد نعم. كذا يعني هاي أمور. دعاء شلون أخذت هذا القرار بهذه السرعة؟ والله قرارها شخصي أخذته، بدون مثلا بدون، لأن هي علاقتها ويا محمد علاقة خاصة، لأن هي تعتبره مثل أخوها متربين وهم عايشين سوا ومتربين سوا، وإحنا كأخوة أنا ورائد إحنا متزوجين الأخوات بتخالتي، فيعني إحنا بيت واحد إلى يعني تقريبا أكثر من 18 أو 20 سنة عايشين سوا، فهي علاقتها خاصة ويا محمد غير شكل. ما ترددت دعاء مع أنه أبدا شافت، ما ترددت شافت وضع محمد كلش تعب، بس هي كلش تعب والله والله. تسولف مرة واحدة قالت من الألم اللي يصيحه، يقول تقول طلعت برا الغرفة مالته أضرب راسي بالحائط ما أعرف شو أسوي له، شنو اللي بيدي أخفف عليه، يصيح لها دعاء ولج دعاء تعاي خلصيني من هذه الآلام، وهي والله تطلع برا بالش اسمه تضرب راسها بالحائط وما تعرف شو تسوي. فقالت لي بابا أنا هيك وهيك اتخذت قرار، قلت لها عافية بنتي نقضي ابن عمك، وشون ما تكون النتيجة احنا نتحملها. قالت والله العظيم والله العظيم والله العظيم اذا يقولوا لي اني هسه بنهاية العملية اموت في سبيل يحيى محمد ما عندي اي مانع. فقلت لها بارك الله بيك واخذوها يعني هاي العائلة كلها ايثار، كلها عطاء. يعني اب احنا كنا دا نحشي عن شهيد الاب اللي هو محمد، تبرأ بجزء من كبده الى والده، بعدين نكتشف انه اكو للقصة تتمة، وأكو أيضا بتعمة واللي أيضا تبرعت بجزء من كبدها إلى ابن عمها. فيعني نعم. احترامي لكم كعائلة ومحبتي لكم كعائلة، وإن شاء الله يعني أتمنى أنه هذه التربية لأولادكم أنه تكون بجميع نفوس كل العالم. يعني هذا حب الغير والعطاء، يعني عاشت ايدكم لله. بس هذا اللي اقول لكم، والله يصبر قلبكم، الله يصبر، الله يحفظكم. شلون هدعاء هسه؟ والله دعاء ان شاء الله، يعني لحد الان الامور الزينه، ولو كانت شويه تعاني، قالت اكو عندي انتفاخ فوق السره. البارحه من راحت الى الطبيب وسووا لها تحاليل، قالوا لها اكو هذه يعني التهاب بسيط على الفتحه اللي سووا لها مال العمليه، فدا يتجمع احتمال هذه خراج او مي او ما اعرف شنو، بس هاي قالوا لها لا تخافين من عدة اي شيء، يعني طمئنوها وان شاء الله يا ربي تكون عد كلامهم يعني، والله اعلم بعد. زين شنو يعني احنا ورا ما تبرعت دعاء بكبدها الى محمد، ليش محمد ما طلع ناجي من العمليه؟ احنا هي هذه المشكله اللي مدى نفهم، يعني هم بالبداية قالوا احتمال، أول مرة قالوا إحنا من فتحنا الفتحة اللي على مود العملية حتى نخرج جزء من الكبد لقينا انتفاخات بالكبد. هذه الانتفاخات قلنا لهم إذا هيك انتفاخات طلعت ليه سويتوا العملية؟ صح. زين هم ما مسوين تحاليل، ما مسوين فحوصات؟ طبعا مسوين تحاليل. زين هاي التحاليل ليش ما بينت هذه؟ زين مره ثانيه قالوا لا احتمال انه هو يحمل نفس مرض والده كمرض وراثي، هو والده كان عنده التهاب الكبد المناعي يسموه، فرفضوا ان اخته تتبرع، قالوا احتمال خاف مثل نفس مرض والدها يكون عندها هذا المرض وراثي، فردنا متبرع آخر. بعدين من قلنا لهم شنو هاي الانتفاخات للدكتور اللي أجرى العملية، قال لا ماكو هيك شيء. منو قال لكم أكو انتفاخات؟ إحنا ما شفنا أي انتفاخات. أوف. والعملية طبيعية 100%، بس
يعني هذه تحدث بالألف واحد وإحنا لازم نعرف الأسباب. وبعدين الكبد مالته هو توقف نهائي وتحجر صار صلب يعني كأنه صخرة. فقالوا إحنا راح ناخذ قطعة من عدة ونزرعها وخلال 10 أيام تطلع النتيجة. ولحد الآن ماكو نتيجة يعني ما مدى يعطونا النتيجة. يعني تعجز تعجز الكلمات. زين تشكون أنه جزء من كبد دعاء تم بيعه في تركيا؟ والله ست إحنا من قلنا من عرفنا أنه محمد دخل بغيبوبة وهاي الغيبوبة هي دخل بيها من العملية الأولى. فهم استعجلوا إجراء العملية حتى يعتبرون محمد متلقي للكبد وليس متبرع. فاحتمال أنه نسبة الخطأ وهم قالوا لنا قبل إجراء العملية قالوا إحنا هاي العملية الثانية ما نقدر نعطيكم بيها نسبة أكثر من 50%. ووقعوا خالة لمحمد ووالدته على أوراق وكانت أثناء التوقيع صوروهم حتى خاف نقولهم إحنا ما وقعنا أو كذا فمصوريها صورة وصوت. فقالوا لهم نسبة النجاح 50%. العملية الثانية أكدت على بنتي أن تكمل العملية وأكدت على خالة على خالها أن يوقع الورق لأن ما عندنا أي خيار آخر. يعني حتى نجاح العملية مال دعاء ومحمد كان 50%. العملية الأولى كانت 100%. يعني إيه 95 إلى 99.9%. زين خليني أسألك اليوم عن صحة سيد رائد. رائد الحمد لله والشكر الصحة مالته يعني دا تتحسن وأمور الكبد كلش ممتاز يعني. وحتى هم المبارح أخذوا له هذا السكان مفراس العفو مفراس والتحاليل كانت كلش جيدة. وإن شاء الله حسب قولهم أنه هو بكرة أو بعد بكرة يطلع من المستشفى. بس يبقى شهر كامل في تركيا حتى إعادة التحاليل كل 3 إلى أسبوع إلى 10 أيام تحاليل جديدة حتى يطمئنون على صحته. طيب سيد صائب اليوم هل تعزو ما يحدث إلى خطأ طبي؟ ستمنى احتمال وارد يعني 95 إلى 100% الخطأ موجود. والدليل على هذا أنطي أدلة كثيرة من ضمنها مثل ما ذكرت قبل قليل وقلت التقارير لحد هاللحظة إجراء العملية الثانية ولحد وفاته ما وصل لأي تقرير. نحاول نحصل تقرير مدى نحصل. الشيء الثاني ست منى العملية الأولى قبل دخول رائد وابنه محمد الله يرحمه قبل دخوله أخذوا من عنده 45,000 دولار. ست منى هل تعلمين أنه العملية الثانية ما اتطرقوا للأمور المادية نهائيا؟ ما طلبوا أي نهائيا أي مبلغ نهائياً. ولا اتطرقوا له ولا أبد أبد يعني. فهذا خلانا احنا في شك يعني. العملية الثانية اللي هي بين دعاء ومحمد نقل نعم الكبد نعم من دعاء نعم إلى نعم محمد بدون فلوس ما اتطرقوا للأمور المادية نهائيا. قالوا احنا نتحمل العملية. هسه السؤال هنا ينسأل زين اوكي انتم من شفتوا هذه الوضعيه بهالطريقه طالبتوا بشكوى؟ ست منى وضعنا كان حرج جدا يعني كان حرج اليوم. زين محمد من رجع الى بغداد ليش ما طالبتوا بتشريح جثته للتاكد على الاقل من نقل كبد دعاء له؟ ست منى الله يخليك هم خلال ساعات نقلوا الجثه للمطار خلال ساعات علم انه كان عطله السبت والاحد عطله في تركيا يعني. حتى دعاء ثاني يوم الوفاة طلبوا من عدة تطلع بس أنا اتصلنا بأخوي أحمد قلت له خليها تبقى دعاء بالمستشفى خلينا نشوف شنو وضعيتها. سدة يصير هناك تصير جرائم. هنا الإجراءات اللي تمت أو خليني أسألك عن السفارة العراقية في تركيا ما كان لها دور؟
ولحد هاللحظة ما لها دور، ما كان أي دور. وأنا متأكد بكل العالم العراق وضعه هالشكل، كل السفارة العالم. العراقية لم تحرك ساكنة ولحد هذه اللحظة، ولا زارت المستشفى ولا سألت على محمد. ماكو ولا... ست ماكو ست مناع ماكو. يا ريت والله يا ريت. خلي يتحركون. شاب عمره 26 سنة مقتبل العمر، شاف من الدنيا، شنو ذنبه؟ شنو ذنب العراقي اللي يحمل جواز سفر عراقي؟ يجب على وزارة الخارجية الانتباه إلى الزائرين. طبعا هذه الدعوة إلى السيد وزير الخارجية، متابعة السفارة العراقية في تركيا. ليش؟ لأن احنا يوميا تصدر آلاف التذاكر من العراق إلى تركيا، لأن احنا عندنا مسافرين أسبوعيا بالمئات للعلاج في تركيا، فيجب أن تكون هناك على الأقل وقفة من وزارة الخارجية بخصوص متابعة هذا الموضوع. يعني أسألك سيد صائب، ليش ما فكرتوا تسوون العملية من البداية في العراق؟ ست ماكو اثنين يختلفون بالعراق على تردي الوضع الصحي بهالبلد، ما يختلفون اثنين، لأنه الحديث عقيم بهالقضية، هاي قضية وزارة الصحة، قضية المستشفيات والعلاجات والأطباء والأجهزة. يعني تعرفون يا ناس يا وكل العالم عنده علم، أكيد كل العالم دا يتوزع العراقي ما بين إيران، الأردن، تركيا، لبنان، بالهند، عمليات كل عملية 40-50-60-70 ألف دولار. حضرتك اللي تحدثت عن سفرة طائرة من بغداد إلى تركيا، 150 راكب، 140 راكب ذهبوا إلى العلاج وعشرة فقط سياحة في لبنان. قسم بالله الكريم، في لبنان يعني الذهاب إلى لبنان 10-12-15 مسافر جاي للسياحة والأمور التجارة والدراسة، والباقيين كلهم مرضاهم معاهم أموال تهرب. ليش؟ كفاءات موجودة عندنا والحمد لله والشكر. قضية أجهزة وعلاجات يا وزارة الصحة، ورحمة الناس خطية على الناس. يعني شنو ذنب العراقي؟ شنو ذنب بنا محمد راح؟ شنو ذنب بنتنا هسه ما نعرف شنو وضعيتها؟ اتق الله يا معودين، إلى متى الدم يده يهدر؟ والله حقكم حقكم. طيب الآن ينضم إلينا عبر سكايب من تركيا سيد أحمد سعيد، خال محمد. عزائي لك أستاذ أحمد وإلى جميع العائلة العراقيين اليوم يبكون على محمد. خليني أسألك، حضرتك في تركيا يمكن أنت اللي كنت تنسق وترتب الأمور بين العائلة والمستشفى، فبالتالي أنت على اطلاع تام بما يجري. التقارير الطبية بماذا سببت وفاة محمد؟ والله احنا لحد هاللحظة هاي ما جاي نعرف شنو سبب الوفاة. التقارير اللي أخذتها قبل يومين تقريبا بعد معاناة كثيرة. ليش معاناة؟ معاناة لأنه ما جاي يطون التقارير. يعني أتصل بالمترجم وأتصل مع دكتور أيضا، أطلب من عنده تقارير العملية مالت محمد، فدائما دا يتحجج بأسباب أنه بعدها ما طبعناها، بعدها أنه أحول لك إياها للغة الإنجليزية. فقلت له يابا أنه ما عندي كل مشكلة، أنا أحول إياها إنجليزي، تركي، أي لغة، بس تعطيني التحاليل لأن أنا أحتاجها. إضافة لأنه أنا حقي أرد أعرف محمد ابن أختي شنو سبب وفاته. يعني الصبري لحد هاللحظة هاي، لحد هاللحظة هذه ما جاي نعرف إحنا شنو سبب الوفاة. محمد دخل برجليه وطلع بتابوت، زين ليش؟ الدكتور الجراح الاختصاص مالته يقول احنا المتبرع اللي يجينا اللي يطجي برجليه نطلعه برجليه. زين انا اكثر من مره الدكتور حاجته قلت له انت تكلمت قلت هاي الكلمه، انت ما طلعت لي محمد برجليه، طلعت لي اياه بتابوت، اعطيني سبب. هذا شيء حقنا احنا كعائله، نريد نعرف شنو سبب وفاة ابننا. المهم بعد انه معاناة حصلت التقارير اللي حصلتها
عبارة عن تقارير عادية، يعني ما بيها شيء خطأ، وهم ممكن مستحيل أنه يخلون هاي النقطة هاي عليهم، وحتى تحاليل أنه ممكن مزورة. زين، التحاليل اللي صدرت هي عبارة عن تحاليل بشكل عام للجسم، أيضا الخزعة اللي أخذوها إلى الخزعة الأولى اللي أخذوها أنه سليمة، فتحاليلهم كانت كلها طبيعية. أنا أدري بأنه راح تطلع تحاليل طبيعية. الثامة كان محمد بالغيبوبة، إجا الدكتور وكان أكو مترجم، فكان يقول، فسألت أنا قلت له دكتور شنو سبب حالة تدهور محمد؟ يعني أنا محمد من دا أنزل للعناية المركزة، محمد عبارة عن أجهزة مو بشر، يعني أنت خال للكبد مالته جهاز، خال للكلى جهاز، خال للرئتين جهاز، إضافة للبلازما اللي 24 ساعة تغير الدم مالته، يعني شخص عبارة عن شخص ميت أنت تريد تحييه بأي طريقة. قالوا لك هذا طبيعي يحدث بعد عملية إعطاء جزء من الكبد؟ لا، يعني هذا توقف لكل الأعضاء أنت دا تحكي، تغيير دم لكل أعضاء جسمك، كلى جهاز كبد، يعني كل أعضاء جسمك توقفت، والصور موجودة بالدليل، وأنا شخصيا صورته انه محمد ما كان شيء بجسمه دا يشتغل، لا كليه لا كبد لا رئتين، لا يعني الاكسجين مالته يوصل حتى 70-75، اضافه لتغيير الدم. فمن اجى الدكتور قلت له دكتور شنو السبب، شنو السبب اللي وصل محمد هاي الحاله؟ يعني بالمناسبه هذا الكلام اللي راح اقوله، هذا الكلام ورا ساعه النفى نهائيا لحد هاللحظه هاي. الكلام يقول اني من اجيت للعمليه، واعتقد عمه ماجد أبو عبد الله اتطرق لهالموضوع هذا، بس راح اتطرق الآن بشكل تفصيلي أكثر. نعم. إنه أنا من فتحت الكبد مال محمد لقيت هناك، لقيت يعني هناك انتفاخات بالكبد مالته. يعني فيقول أنا ظليت بين محتار بين إنه ألغي العملية وأطلب متبرع ثاني، أو إنه هاي الانتفاخات بسيطة ممكن إنه هو بعد شهر ممكن إنه أنا أعالجها. فيقول اتخذت، خلاص اتخذت القرار، اخذت جزء من الكبد ومشت الامور. هذا الكلام ست مولانا قلت لك انه اللغة وراء اقل الساعه، النفى نهائيا، النفى نهائيا، لانه اكيد يدين المستشفى ويدين الطبيب الذي اجرى العمليه وهو يعلم ان هذا الكبد غير صالح لانه يؤخذ جزء منه. اكيد طبعا، اكيد اللي اثبت لي هالشيء هذا من بعد ان اجى عمل التركيه التقينا به، فقال مدام انت موجود، انت عمه وهذا خاله موجود، قال حشوفكم صورتين زين للكبد مالته. الصوره الاولى اللي عرضها يقول اني اخذت تحاليل للكبد مال محمد قبل ساعات، الكبد صافي، بحيث يعني اني كشخص انسان طبيعي من اشوف الكبد مال محمد اشوفه طبيعي. يقول ورا 9 ساعات على لسانه، ورا 9 ساعات انه بدأت تطلع انتفاخات. شوفنا الصورة الثانية، اباوع للكبد مال محمد اكو نقاط سود عليها. زين، هذا اللي اكد لي الكلام مالته، انه يقول انا من فتحت الكبد مال محمد لقيته. وصلت للسفارة العراقية في تركيا سيد احمد؟ وصلت للسفارة بعد ان اجرينا العملية، لان كانت وقتها الساعة 2 بالليل تقريبا، زين، لحد 8 الصبح 8:30 الصبح العملية كانت مستمرة. وصلت انه لازم هذه الاجراءات اللي انه يا بتبرع وما اعرف شنو، انه لازم يعني موافقات وهيك. السفاره يعني شيء طبيعي، يعني لحد هاللحظه الحمد لله والشكر سفارتنا القنصليه مالتنا العزيزه الكريمه القنصليه لحد الان ما تحركت، وهم عندهم علم بالموضوع. يعني شنو ما تحركت؟ يعني عندنا عراقي ميت، يجوز هسه يجوز بسبب خطا طبي بتركيا، شلون ما تتحرك السفاره؟ والله أنا يا ريت إنه عن طريق قناتكم، يعني إنه هالشي هذا يوصلهم الكلام مالتي، يوصلهم أنا، يوصل كلامي إنه أنتوا، إحنا يعني هناك جالية، أنا مقيم السفارة هناك العراقية اتصلنا بيها وفي تركيا طبعاً، ورفضت أن تصرح بأي شيء لأن قالت إحنا غير مصرح لنا بأي تصريح حالياً. طبعاً أيتها السفارة العراقية في تركيا، لأن أنتوا ما سويتوا أي شيء يستدعي إنه تحجوه، اكيد ما تطلعون تحكون، انتوا كوش ما تسوين، لو مسوين كان حكيتوا. رساله الى وزير الخارجيه سيادتك معاليك،
شوف السفارات بالبلدان، خلي عينك بعين الله، وشوية خلي العراقي أبو الجواز الأخضر يحترم هذا الجواز، ومن يطلع يكون يفخر أنه جوازه عراقي محترم بغير بلد. مو بهالطريقة، مو بهالطريقة نتعامل مع العراقيين. عراقي رايح لأنه وزارة الصحة فشلت بأن تحتوي مرضاها، رايح دا يتعالج برا يموت وأنتوا كوش ما تسوون؟ بتشنب تحقيق؟ زين زيارة؟ زين دق الباب قولوا لهم شلونكم؟ زين روحوا اسألوا على التقارير بالمستشفى، طالبوا بتحقيق، سووا أي شيء. سيد أحمد، قرار إجراء العملية في تركيا ليش تم مع أنه إحنا عندنا مستشفيات هسه، يعني مع أنه وجود بنايات مستشفى في العراق، ليش تم في تركيا؟ والله هذا السؤال يعني حقيقة يعني شريت أجاوب عليه فيه، يعني أنا ما أعرفش أجاوب، بس يعني شو أسوي، هاي السؤال لازم أسأله. هنا نعرف كل الواقع الصحي بالعراق، زين كنا نعرف الواقع الصحي بالعراق، يعني كان انه هيك عمليه صعبه، يراد انه يراد اجهزه، يراد كادر، يراد عنايه، يراد نظافه. الحمد لله وشكر احنا مستشفياتنا النظافه مالتها على مستوى عالي، واصل عابر مرحله المستوى العالي نظافتها، زين. فاضطرينا انه هالاجراءات اضطرينا انه نجي تركيا. طيب أنا جدا أشكرك، أعزيك مرة ثانية السيد أحمد سعيد خال محمد الشهيد، شهيد الأب. طيب ينضم إلينا الآن عبر الهاتف دكتور عبد الستار حمادي، طبيب باطنية وأخصائي باطنية. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الستار. خليني أخذ رأيك بالجانب الصحي، بالجانب الصحي لحالة محمد. قبل لا أدخل بحالة محمد، خليني أسألك بالعراق، هل احنا مستشفياتنا قادره على يعني اجراء عمليات تبرع بالكبد؟ نعم، حقيقه بالنسبه للواقع الصحي بالعراق والنظام الصحي بالعراق، قبل 2003 كان هناك خطه واضحه ببناء مراكز لزراعه الاعضاء ومراكز بحثيه تخصصيه، واللي كانت هذه يسمى مركز الجهاز الهضمي، هسه حول إلى مستشفى، مركز لبحوث السرطان، مركز لزراعة نخاع العظم، مركز لأمراض الدم. هذه المراكز حقيقة كانت تعد لزراعة الأعضاء، لكنه للأسف بعد 2003 هذه المراكز اللي كانت قبل 2003 تابعة إلى ديوان الرئاسة يسموها، وكان الاهتمام بها خاص، تحولت إلى وزارة الصحة الارتباط بها، وكانت الدعم مالها محدود بأنه توصل بمركز، فقامت التمويل مالها والأمور تصير حالة حال المراكز الصحية الاعتيادية، ولذلك تحولت إلى مستشفيات. ولذلك تشوفين هسه مكان مركز الأمراض العصبية يسمى مستشفى الأمراض العصبية، مركز الجهاز الهضمي يسمى مستشفى الجهاز الهضمي لأغراض تخطيطية. يعني احنا اليوم في العراق لا نجري عمليات التبرع بالكبد او التبرع بالاعضاء؟ لا ما نقدر نسوي هاي الاشياء. كل زراعه الاعضاء صعبه لاسباب، اولا هذه يراد لها مراكز خاصه، هذه المراكز لازم بها بيئه عمل صالحه 100% لزراعه الاعضاء، لانه دائما المشكله في زراعه الاعضاء هي ضعف المناعه ومنع الاصابه بالبكتيريا والفيروسات، وهذه يراد لها تقنيه عاليه جدا، اضافه الى الاجهزه اللي متطلبات اجهزه حديثه حقيقه، في حين انه كان طبعا العراق من الدول الرائده بزراعه الكلى مثل ما معروف، وريد الخيال كما هو معروف، وكانت دول الخليج كثير من دول الخليج يجون للعراق يزرعون بالعراق طبعا. لكنه بعد 2003 احنا المشكله مالتنا النظام الصحي مالنا متدهور، يعني نخجل نسميه نظام صحي لانه ماكو اي نظام للصحه بالعراق. طيب دكتور عبد الستار، سؤال اخير واجابه سريعه لو سمحت، ايش قد نسبه نجاح عمليات التبرع بالكبد؟
العملية النجاحية تخص المتبرع إليه والمتبرع. زين سؤال بالنسبة للمتبرع المتبرع إليه نسبة النجاح مالته تقريبا توصل إلى 85% المتبرع، ويكون قادر للعيش لمدة 5 سنوات بدون مشاكل. أما اللي يتبرع فنسبة الوفيات مالتهم والخطورة ما تتجاوز 1%، وممكن انه يصير بعدين، لانه هو هذا اللي يتبرع جزء من الكبد مالته. الكبد ممكن انه يرجع ينمو خلال 2 شهر ويرجع طبيعي، فالخطورة اللي تصير فقط خلال هالشهرين هذه. طيب حالة محمد من صار بيها كل هذه المضاعفات، يعني توقفت جميع الأجهزة، هذا شيء طبيعي؟ يعني لا كلى تشتغل ولا كبد، التنفس مالته ضعيف، هذا طبيعي؟ أنا أعتقد أنه المشكلة هذه مشكلة العملية، يعني أكوفت مشاكل صارت في العملية، ولازم أنه تكشف هذه الأمور اللي صارت في العملية، أمور التخدير، هل هناك نزيف، هل هناك خسر انتقلت إلى أماكن معينة. تشك بوجود خطأ طبي دكتور عبد الستار؟ هذه أخطاء طبية ممكن تصير، تشك وإلا في الحالة الاعتيادية فهذا الخطورة اللي عليهم إحنا نقول عليها 1%. نعم. نتيجة الشهرين قبل ما ينمو. يعني حتى 1% هي ما تصير بوفاة، تصير بمشاكل طبعاً. لمدة 2 شهر بعد إجراء العملية. مشاكل. شكرا جزيلا دكتور عبد الستار اختصاص باطنية، شكرا جزيلا لك ولوقتك. ضاق الوقت جدا علينا، وصلنا إلى ختام البرنامج وإحنا مو غطين كل الحدث، لأن الحدث تتدخل به وزارة الخارجية. كل التقدير والاحترام لكم، كملوا عملكم على أتم وجه حتى نشكركم من قلوبنا. تتدخل بها وزارة الصحة، وزارة الصحة اللي أساساً ما مسوية أي شغل من شغلها. ليس لدينا نظام صحي، العراقيين يطلعون إلى الخارج حتى يتعالجون. اليوم الحكومة، حتى حكومتنا من رادت تعالج شباب تشرين، دزوهم الألمانية. زين ليش؟ دار الصحة هنا، أطبائنا موجودين، الكفاءات موجودين، البنايات مبنية من الـ20، صرفوا عليها بدال البوق. أشوفكم بخير.